الفترة السنين اللي فاتت في other modalities of non-invasive. الأحسن إن إحنا بدل ما نعمل intubation يعني دول دلوقتي الخمسة trials دول قارنوا ما بين حاجتين. Is it better to intubate babies and give surfactant like we usually do ولا أحسن إن إحنا نحطهم على non-invasive ventilation؟ فدول الستادي دي looked for this outcome. خدوا البيبيهات اللي هم صغيرين يعني من حوالي 600 جرام لحد 1200 جرام. قسموهم تو جروبس يعني دي بنسميهم راندمايز كنترول ترايل. قسموهم لتو جروبس، جروب هينتيبيت ويعملوا سيرفكتنت وجروب هيحطهم على سي بي ار. وبصوا لحاجتين الاوت كام اوف ذا ترايلز كان حاجتين ديث وبرونكو بالمنر ديسبيس. خلاص يعني دي اسمها راندمايز كنترول ترايل بيج ترايلز 5 بيج راندمايز كنترول ترايلز. عملوا ايه؟ قسموا البيبيهات بتوعهم لتو جروبس، جروب هيحطوه على سي بي ار وجروب هيعملوا انتيبيشن ويدوا سيرفكتنت. وهم دي لوك فور ويتش وان از بيتر ديث ولا برونكو بالمنر ديسبليزيا. الخمسه ترايلز كلهم قالوا انه ذير از نو ديفرنس بتوين ذا تو جروبس. يعني البيبيهات سواء انت هتحط البيبي على سي بي او هتحطه من الاول يعني من الدليفري روم تاخد البيبي تحطه على الدليفري روم او تعمله انتيبيشن وتديله سيرفكتنت ولا الديث هيبقى ديفرنس يعني دازنت ماتر ولا الكرونيك لانج ديزيز ولا اللي هي بنسميها برونكو بالمنر ديسبليزيا هيبقى ديفرنس. يعني انت احسن تحط البيبي على سي بي ار هتسيف تايم وتسيف اكويبمنت وتسيف ماني لان ات دازنت ميك ديفرنس وذر يو انتيوبيت ولا نوت انتيوبيت. فمن هنا في اللاست فيو ييرز ابتدينا نفكر الله ده انا عندي فيزيف فنتليشن ده حاجه بقى كويسه. فابتدينا دلوقتي نفكر طب هاو وي كان نوت انتيوبيت ذا بيبيز ان ذا دليفري هنعمل ايه؟ فهنا هندسكس ان ماي ليكتشر هنا هنقول ايه هي كل الكومبوننتس اللي هي بتتبع نان انفيزبل كل الحاجات الجديده اللي طلعت وايه الديفرنس بينهم وانهي احسن. This is the objective of my talk. قبل ما نقول ايه هي الموداليتيز الديفرنت هنقول اول حاجه ايه هي مكونات النان انفيزبل. ايه اللي بيعمل نان انفيزبل؟ نان انفيزبل مكوناته جنريتور اللي هو بيعمل البريشر بيولد البريشر بنسميه جنريتور. وبعدين هيوميديفاير والوصلات وصلات الجنريتور ده والانترفيس اللي هي الحاجه اللي بتركبها على البيت. يبقوا ثلاث كونفورمز السي تاب جنريتور والسيركت والهيوميديفاير معاهم والبيشنت انترفيس. هي دي مكونات النون انفيزيف. طيب ايه هي المودز بقى؟ ديفرنت مودز. مش عندناش احنا قلنا اتفقنا ما عندناش ون مود بس. كان زمان ما عندنا سي تاب بس. دلوقتي بقى في حاجه اسمها سي تاب، في حاجه اسمها بابل سي تاب، في حاجه اسمها اسيستد سي تاب اللي هو بيسموهم ان اي بي بي في نيزل انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتليشن. وكان يو كان ميك ات سينكرونايزد يعني بكل ما البيبي يتنفس يديله نفس. دي كانها سي باب مع ريت. يعني تحط البيبي على سي باب وعلى الفنتليتور ويديله ريت عن طريق سي باب مش عن طريق الاي تي تيوب. عن طريق سي باب هياخد ريت من الفنتليتور. او يو كان ميك ات سينكرونايزد يعني كل ما البيبي يتنفس الفنتليتور يوجمنتد. في حاجه اسمها هاي فلو نيزل كانيول او هاي فلو هيوميديفايد نيزل كانيول. دي برضه طلعت جديده للماركت. وفي حاجه اسمها سي تاب مع هاي فريكونسي يعني بوت ذا هاي فريكونسي فنتليتور على البيبي عن طريق سي تاب مش برضه عن طريق التيوب. فكل دي نون انفيزيف يعني دونت هاف تو بوت تيوب. خلاص يعني بتفنتليت البيبي عن طريق سي تاب مش عن طريق ان في تيوب. الاول قبل ما نقول نتكلم على السي تاب. واتس ديفينيشن سي تاب؟ فبنقول السي تاب هو كونتينيوس بوزيتيف. يعني البيبي اول ذا تايم كونتينيوسلي از اكسبوز تو بريشر كونتينيوس بريشر داز نوت جو اب اند داون. ذس سيم هو احنا في رمادا يا فندم هو رمادا بعد الميكانيزم احنا بنبريث اجينست ستار مترو. يعني ذا واي احنا ستار مترو ده لازق على طول في رمضان عشان في بريشر جريدينت ما بين اللنج طيب ما بين الاتموسفير. ذاتس واي وين يو اكسهيل حاضر فهمت البريشر في اللنج بيبقى اكتر من بريشر في الاتموسفير فيقوم الاير فلو من اللنج اوت تو ذا اتموسفير. وين يو بريث وين ديورنج انسبيريشن اتس اذر واي اراوند بيبقى البريشر ان ذا لنج مول اند اكسهيليشن فوليوم ده هيزيد اللي بنسميها فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. The volume of the air that stays in the lung at the end of exhalation بنسميه functional residual capacity and this is improved oxygenation and improved gas exchange and improve a lot of other things and prevent atelectasis. This is the whole idea about using CPAP. Okay. And that's a CPAP.
We said CPAP is a continuous pressure. So we will put positive 5, so 5 all the time. This is pressure against time curve. 5 all the time. Sometimes, of course, because the interface ما بيفضلش على البيبي على طول ساعات بيتحرك والبيبي وده بيبقى لوس فايه الفلاك بيحصل فلكتويشن في ذا بريشر اراوند ذا فايف. بعدين نقول بقى ايه الايفكتس بتاعت السكاب احنا نعملها. فيرست ات سبلنت ذا اير واي. هاو ات سبلنت ذا اير واي؟ البالونه لما تبقى لو قلنا بيزود الفوليوم بتاع اللنج البالونه وهي مفسيه بتبقى يحصل ايه للاير واي بتاعها؟ تبقى مفسيه الاير واي يبقى مفسي برضه منطبق. لما تنفخ البالونه يحصل ايه للفالف بتاعها؟ الفالف بتاعها بيكبر دايليت الاير واي. بس يبقى بتبدا ذا سيم ثينج عشان بيزود اللانج فوليوم الاير واي كلها هتفتح مش هتبقى انت الضغط. هتنكريز الاير واي دايمتر قلنا انكريز بالمونري كومبلاينس. كل ما اللانج فوليوم يزيد كل ما تبقى ايزي تو ستريتش يعني زي البالونه. البالونه لما تيجي تنفخها في الاول بتبقى ايه؟ بتبقى صعبه قوي. ليه؟ لانها مفسيه الكومبلاينس فيها بيبقى ايه؟ بور. بس وانس يو ار ايبل تو انفليت شويه بتحصل لها ايه؟ تبقى ايزي تو انفليت. نفس الكلام اللانج لما يزيد فيها اللانج فوليوم طبعا وذين ليميتس يعني بس لما يزيد الفوليوم في اللانج تبقى تو ايزي انفليت عشان الكومبلاينس تحت يتحسن. ده اللي بيعمله السي بي بيخلي الكومبلاينس صح يتحسن فيبقى الورك اوف بريدنج اللي انت يو نيد عشان تو اوبن ذيس لانج بيقل. It will increase spontaneous tidal volume and reduce respiratory effort زي ما قلنا يبقى سهل الواحد يفتحها. Increase functional residual capacity. طب لما ايه يعني لما يحصل ازود الفانكشن residual capacity يبقى الاكسجينيشن بتاعك ايه؟ بيزيد. Decrease in alveolar arterial oxygen gradient يعني الاكسجينيشن بيتحسن. Prevent alveolar collapse لان lung volume بيزيد. It conserves surfactant لان surfactant بيتاثر بحاجه اسمها shearing mechanism. لما اللنج تقفل خالص وتفتح وتفضل تقفل وتفتح بيهرمون السرفكتنت في حاجه اسمها شيرنج افكت. لما اللنج ما تقفلش خالص وتفتح يبقى ايه بتحافظ على السرفكتنت. ده اللي بيعمل السي بي بيفتح اللنج ما بيخلاش تبقى كلها يعني لو اللنج بتفتح كده كل مره كده بيبوظ السرفكتنت. لازم اللنج تفتح كده ما تطبقش الرول بتاعها على بعض. الالفيولار سبلنت ذا فراكت اند ذن ريديوس ميكانيكال اوبستركشن. سو اول ذس ار افكتس اوف سي بي. امتى الانديكيشن بتاع السي بي؟ Many indications. Any sign of significant respiratory distress. That's clear. احنا على طول بنعمل كده. أول ما البيبي يجي respiratory distress بنعمل إيه؟ أول حاجة بنحط البيبي على CPAP. طيب disease with possible low functional residual capacity. احنا قلنا إن CPAP بيساعد على establish functional residual capacity. أي disease بيساعد بيقلل ال functional residual capacity I can use CPAP. زي TTN transient tachypnea of newborn أو respiratory distress syndrome أو اللي بيبقى عندي pulmonary. ممكن استخدمه في الميكونيوم يس. A lot of neonatologists afraid to use CPAP during meconium لانه بيقولوا ان اللنج فوليوم already increased and the baby عنده valve mechanism and he cannot exhale the volume. So why you put so يعني this can, might expose the baby to pneumosalt. But to say that sometimes is not true. ليه؟ لانه احنا قلنا دلوقتي اتفقنا ان CPAP بيدايليت الايروي. فايفن لو عندك حته ميكونيوم عامله valve mechanism يعني ايه valve mechanism؟ يعني لو في ميكونيوم الاير يخش وما يخرجش. طب انا هدايليت الايروي يبقى بعدت الوول عن حته الميكونيوم دي يبقى البيبي كان اكسهيل فري. سو وي سم نيوروتولوجيست ريلي ثينك ذات ذيرز نو هارم تو يوز سي باب ان ميكونيوم. طيب وات ايلس؟ ايروي كلوجر ديزيز زي برونكو برومينال سبليسيا عشان الاير السي باب بيزود الايروي بيزود الايروي. Apnea and bradycardia of prematurity. This is clear. Apnea of prematurity. This is the first indication we use CPAP for premature babies. If you want to wean from mechanical ventilation, بدل ما تروح من mechanical ventilation the room air right away, you make a transition in CPAP. But if you have tracheomalacia, then this is the dilated trachea, diaphragmatic paralysis. So many indications really to use CPAP. If we, لو نتكلم على الجنريتورز. ايه هي الجنريتورز اللي ممكن نتكلم عليها؟ احنا قلنا CPAP ثلاثة components. Generator, ولينكس مع الهيومديفاير هو الانترفيس. طب ايه الجنريتور؟ في ميني جنريتورز. سو ذس سي بي ذس از ا سي بي ماشين بس بيسميها الانفنت فلو. ساعات في مصر بيسموها الالاتن. ممكن تستخدم فنتليتور يعني ودي فنتليتور انفنت ستار اي ثينك نيو اولد فنتليتور كان يوز اولسو ذا سي بي جنريتور. سو ذا ميني جنريتور اوت ذا سم يو ورك اونلي سي بي اند سم يو كان ورك يور فنتليتور از ا جنريتور. ذس بارتيكولار وان عنده انترفيس اللي هو الانترفيس الكانيولا اللي بتحطها على البيبي بتورك وذ سمثينج كولد فلويدكس ميكانيزم. يعني ايه فلويدكس ميكانيزم؟
احنا قلنا السي باب اتس كونتينوس اير واي بريشر، يعني بتحط السي باب على الانترفيس على البيبي تو جنريت 5 اول ذا تايم اوكي ان ذا ابر اير واي. Doesn't matter بقى the baby is exhaling ولا is inhaling, doesn't matter. Five is all the time. This particular CPAP use different mechanisms. زي الانترفيس ده اسمه fluidics. يعني ايه fluidics؟ يعني when the baby breathe in, it will make flow of air this way مع البيبي to the baby. But when the baby breathe out, it will flip so not to keep a lot of pressure so the baby can breathe against it. خلاص نقول تاني. Usually you put a CPAP and that make a flow of air in the upper airway and it's all the time going this way. This particular one has fluidics. It's why, عشان to decrease the work of breathing or to decrease the pressure that the baby has to breathe against. When the baby inhale, it will push air this way. But when the baby exhale, it will flip so the baby can breathe not against pressure. It will breathe against little bit of pressure. So this is mainly to decrease the work of breathing. This is only with this type of machine. طيب يبقى ادي الجنريتور اون عليها وادي الانترفيس اور ميني انترفيس اولسو اوت ذير. يو كان يوز شورت باي نيزل برومبتس ذس وان اور يو كان يوز نيزل ماسك اور يو كان يوز مونو نيزل مونو نيزل نيزل فرنشال تيوب يسموها مونو نيزل تيوب اند يو كان يوز باي نيزل لونج لونج برومبتس ذس از اوبسليت نو بادي يوز ات ناو اللي هي باي نيزل لونج جوز اب تو ذا نيزل فيركس. So I didn't put the picture because it's not being used anymore. We shouldn't use it because it increases the resistance. Or you can use this type, they call it Hudson CPAP. So all now are acceptable. Right. And can you each one by, and by evidence, which one is better than the other one and the different modalities. And on the generator, on the interface. What about the types of modalities? First thing, the bubble CPAP. The bubble CPAP that came from Dr. Wang, the Chinese doctor in Columbia University. Oh, probably got him from China. It's a very well, it's a homemade actually CPAP. Very cheap. And the idea behind it is very simple, that he get the flow from the wall, and then there are two loops to this to the CPAP, the inspiratory loop and the expiratory loop. When you put the baby, there are two tubes. One is my inspiration, then is my exhalation, the baby exhale me. Oh, we put the exhale loop fill underwater seal. Okay, so we have underwater seal here. So it generates pressure. With the same amount, the distance will be under the surface. Yeah, if you put 5 cm under the water surface, his theory is generate positive 5 pressure in the upper airway of the baby. And because this is exhalation loop, the air lama bikhruj hena fil water bi'mel bubbling. Khalas? With this bubbling, برضو theoretically he says, إنه بترجع باك للبيبي، يعني البيبي بيفضل إيه اللنج بتاعته بتبقى vibrating شوية. زي الأيديا بتاعت الهاي فريكونسي يعني. If you know the high frequency. يحصل شوية jiggling بس inside the lung, not visible. We cannot see it. But his idea, إنه طالما الإكسهيليشن لوب في الوتر، الوتر بيعمل bubbling, this bubbling بي reflect back on the tube and goes to the lungs وتعمل شوية vibration in the baby. خلاص؟ لكن anyway, the idea إنه generate same amount of pressure in the airway, same the distance that he put the tube below the water surface. And he says, in his opinion, in Hawa, this is better, they claim, it's better than the regular CPAP. That's how you see the evidence. Right. But on the bubble CPAP, generates variable distending pressure known as the noise. The noise is from the bubbling. The distending pressure is flow dependent, and might be more than expected from the depth submersion in the water. How be cool? If you submerge the tube under water surface 5, it generate 5. Who says this? But the evidence between that it might be actually generating more pressure. If you put the tube under the water 5, it might generate 6 or 7. We cannot measure it. But the benefit? The benefit from the noise we talk about is not clear. And the evidence does not clarify the benefit of bubbling there. Now, as I see that. But most of the studies compared CPAP مع bubble CPAP found no difference. There's no difference between the two. So whether you use bubble CPAP or regular CPAP, there's no difference. Some studies found bubble CPAP had decreased work of breathing. And it's more effective in extubation, and it provides better oxygenation and shorter duration of oxygen. Some studies,
found that the short-term outcome, this is we call it short-term outcome. Short-term outcome is that, يعني work of breathing بيقل, oxygenation بيقل, ال work of breathing بيقل, better oxygenation, دي كلها short-term outcome. لكن in these babies, if I'm looking for a long-term outcome, I look for what? I look for two things. Bronchopulmonary dysplasia and death. And here, there is no difference in these long-term outcomes. Short-term outcome, yes, there is a difference. You extubate faster, the oxygenation أحسن, لكن في long-term outcome, there is no difference. طيب, نروح على type 2 من CPAP. اسمه ايه؟ اسمه NIPPV, اللي هو Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation. يعني ايه؟ يعني هتجيب CPAP على ventilator وهتحط rate. You're gonna put a rate. So, break 30 per minute or 40 per minute. فالventilator هيبوش 30 breath, but not through an AT tube, through a CPAP. That's because we say nasal intermittent positive pressure ventilation. You can make it synchronized. And sometimes you can synchronize it. If you can synchronize it, then they put S. Synchronized nasal intermittent positive pressure ventilation. Type. That's the description of the NIPPV. CPAP plus intermittent ventilator breath. It can be regular or it can be synchronized, like we said. Synchronized meaning with the baby breathing. When the baby breathes, the breast will ventilator. Now that this modality improves chest wall stability and it improves pulmonary mechanics and increase tidal volume and increase minute ventilation and improve extubation. But the quality, short-term outcome. Quality, short-term outcome. Type, when it comes to the long-term outcome, so to compare this with CPAP, now again, NIPPV reduces the frequency of apnea and it's more effective than the nasal CPAP. But this is short-term outcome. Other reviews found no difference on bronchopulmonary dysplasia. So there's no difference in the long-term outcome. Short-term outcome, yes, there's some difference. It might be better oxygenation, it might decrease the work of breathing, it might decrease the risk that the baby will go back to the ventilator again. There may be some more CPAP failure. But when it comes to the long-term outcome, there is no difference between the two groups. So if I want to do the bubble CPAP مع regular CPAP, no difference. The NIPPV versus regular CPAP, pardon me. ولا على حاجة تانية. CPAP. CPAP دي بيسموه synchronized intermittent positive airway pressure. خلاص؟ دي ماشين بتاع ده الجنريتور. طب البريشر اللي فات هيبقى فيه بي اي بي؟ ال NIPPV. And I skipped that slide, but this is the hey, the and if you want to use this, add some hot rate 40 here. PIP, we have 2 to 4 above the PIP on manual PPV. يعني أنت كنت بتداعي البيبي مثلاً حسيت إن الأكسجينيشن بتحسن قوي بالبريشر 20 هتحط 22 مثلاً خلاص. إحنا كنا نستخدمه من صاحب من بعد الإكسبيشن. كنا نستخدمه بعد الاكسبشن كنا دايما نحط البريشر بتاعه 18 over 6 and then you can give rate والريت كنا بنبدا ب 20 يعني هنا الريت ده سجست كان 40 احنا كنا بنبدا ب 20 طبعا you can put guidelines for this يعني خلاص ودي قلنا بيقلل الشورت تيرم اوتكم لكن لونج تيرم اوتكم ذيرز نو ديفرنس وبيقلل الاكسبشن فيلر كمان باي بروفن باي ستادي خلاص اوكي سو بيب 6 يعني بيب 4 تو 6 We use standard can 18, 20 at the most, but you can put 2 above on the bagging. Rate 40, but we're going to start 20, we increase. يعني بنحط 20, لو الليبي عنده CO2 high, كنا بنزود ل 30, CO2 high, بنزود ل 40 was the maximum. And flow rate 8 to 10. This is suggested settings. طيب نرجع back للCPAP, this is the third modality we're saying. So on the CPAP, bubble CPAP, and NIPPV. Now CPAP, this machine is the generator of this CPAP. This machine actually does not deliver PIP or PEEP زي ما قلنا في NIPPV, but it delivers two levels of PEEP. يعني انت هتدي PEEP مثلا 6, CPAP 6, وحيدي لك شوية breath, يعني it can give you up to 40 breath, بس مش بقى مش ب-PIP لا, ب-two levels of PEEP. يعني 2 أو 3 بالكتير above the PEEP بتاعك. يعني السيباب بتاعك هيبقى 6 والبريث لما يجي هيطلع البريشر ميبي 8 او 9 بس مش بقى 18 و20 زي الفنتليتور ان بقى البي بي في
فالبريشر اللي بيطلع من الماشين دي از نوت فيري هاي. That's why they don't like to call it NIPPV. They call it synchronized intermittent positive airway pressure. هتطلع بيب 6 وهيدي up to ده CPAP العادي. If you use this machine, you can use as a regular CPAP. يعني CPAP 5, CPAP 5 all the time. But you can add some breath up to 40 breath per minute and a rate 20. الريت ده البيك بتاعه مش زي ال NIPPV 20. لا يمكن لو هتستخدم هنا CPAP 5 او 6 هنا هتبقى maybe 8 or 9. Very low pressure above the peak. And this is what they call it synchronized intermittent positive airway pressure. طيب ايه الادفانتج اوف ذس over the regular CPAP؟ Okay, so the present findings suggest that in NIS-IPPV and the BiPAP give similar results in the RDS treatment. We did not find a benefit of one over the other. يعني مفيش benefit in it to use this over this. No benefit. لا في long term outcome ولا في short term outcome. يعني when it comes to this modality, there was no really difference between this and the regular CPAP. يبقى قلنا دلوقتي لا NIPPV في difference ولا البابل CPAP في difference في المكان على long term outcome ولا حتى السايباب ده برضه في difference ما بينه وبين الريجولار CPAP. short term outcomes they are all better. ال NIPP better ودوت might be better والبابل CPAP might be better, ولكن when it comes to long term outcome no difference between all these modalities and the CPAP. نروح على modality تانية, and this came to the picture in the last few years. It actually was long time ago. It was introduced, but then it was withdrawn to the market from the market because of infection. They predispose a lot of infection. عشان كان بتعمل rain up, بتعمل a lot of humidity. فالبيبيز got infected. So they withdrawn it and then they fixed that problem and they introduced again to the market. But this is, يعني, has been in Europe in the last few years, maybe 3 or 4 years, and I use it in my unit. Okay, and we have 6 machines. This is بيسموها high flow nasal cannula out. وليها اسم تاني ممكن يكون HHHC High Humidified Heated Nasal Cannula sometimes. يعني ساعات تستخدمهم 3 HHHNC أو ساعات 2H أو ساعات this one اللي هي different names. يعني Heated Humidified High Flow Nasal Cannula. That's the other name for it. الماشين دي بتعمل ايه؟ الريجولار نيزل كانيلا احنا بنستخدمها في البيبيز because the air is not humidified and not heated بنستخدمها احنا 1 or 2 liter per minute بس. If you use it أكتر من كده هتعمل dryness لل airway and then the baby will be irritable and it can predispose to infection. That's why we don't use على regular cannula. يعني we're not supposed to use it 1 or 2 liter at the most. الماشين دي بقى بتعمل ايه؟ بتعمل heated, بتدفي ال air اللي داخل وبتعمله humidification كمان. عشان كده you can give it at the high flow. That's why they call it high flow. It can give to the premature baby اللي هم أقل من 1 kilo up to 6 or 7 liter per minute. 6 or 7 liter per minute. ما تقدرش تعمل ده بالريجولار كانيلا. طب ايه الادفانتج بتاعتها؟ What's the advantage of this؟ الادفانتج ان هي بتبقى more comfortable لانه ادي الانترفيس بتاعها. الانترفيس بتاعها is very small زي النيزل كانيلا العادية. غير السيباب. السيباب البيبي بيجيت اجيتيتد فروم ات. صح؟ بيبي especially big babies they don't like it. لكن دي البيبي بي فيل comfortable with it. So it's easy to care for the baby and the nursing staff likes it a lot. But can you use it from the start? Yes. You can get a baby from the delivery room and put the baby on this machine right away. And it acts like a CPAP. خلاص؟ احنا قلنا CPAP عشان الفلو اوف اير العالي ده بيعمل ايه؟ بيعمل جنريت هاي بريشر هنا. The same idea of the CPAP. بس هنا we cannot control the pressure. يعني ما تشتغلش بالبريشر. تشتغل بالفلو. ما تقدرش انت تميجر البريشر. في CPAP العادي بتقول انا هدي 5 CPAP 5 او CPAP 6. هنا في الماشين دي لا. I cannot measure the pressure. That's a disadvantage of it. You cannot control the pressure. انت بتدي flow خلاص. بتطلع بقى الفلو ده قد ايه pressure you never know. عشان كده بيقولوا انه لازم الكانيلا بتاعتها تبقى only 50% of the nasal opening. يعني مش ما ينفعش تسيل كل النوز لان البريشر ساعتها هيزيد هيعلى جدا. 50% بس يعني يبقى في leak around the cannula. كمان بيقولوا ايه؟ عشان هي بتدي هاي فلو الحت بتقلل الديد سبيس. يعني قلنا البيبي عاده الديد سبيس هيتنفس من اول كل الاير واي ده هيبقى ديد سبيس. ما
لما بتدي هاي فلو الفلو بيوصل لحد هنا لحد لو ان ذا نيزو فارينكس بتبقى الديد سبيس ايه اللي بيبي بعدين بيقل يعني زي سي ايفن امبروف الديشن. طيب الهاي فلو نزل كانيو اجينست لو فلو نزل كانيو دي بتعمل اللي هي ووش اوت اوف ذا ديد سبيس زي ما قلنا ووش اوت اوف ذا نيزو فارينجل ديد سبيس تعمل ريدكشن ان ذا اير واي ريزيستنس امبروف لان كومبلاينس اند هيتد وذ ذا هيتد جاس decrease metabolic cost of gas condition and damage provision of the standing pressure. يعني هي the same idea of the CPAP. Act exactly like the CPAP. طيب لما نيجي نقارن ال high flow nasal cannula مع ال CPAP. قلنا among infants more than 28 weeks gestational age, the high humidified nasal cannula appear to have similar effects and safety to the nasal CPAP when applied immediately post activation or early as initial non-invasive support for respiratory dysfunction. يعني الاستاتس بتقول ان الهاي فلو نزل كانيولا دي whether you admit after extubation او حتى على طول after delivery it acts the same way and gives the same results like the nasal cannula. وان الادفانتج ان هي ايه better and comfortable for the babies and it's easy for the nursing staff to care for the baby when positive. And this is actually what I see in my unit. يجي ان الست لما البيبي يكون على سيتاب تيجي تقول لك انا كان سويتش تو فيبوزيرف بيكوز اتس ايزي تو كير. طيب فقلنا اجين كل الحاجات لحد دلوقتي ما قلناش في اي واحده منهم ادفانتج اوفر ذا سيتاب ان ذا لونج تيرم شورت تيرم يس حتى من الهاي فلونز الكانيلا اتس ايكويلنت تو سيتاب سيتاب ان ذا شورت تيرم ولكن في اللونج تيرم ذير از نو ديفرنس. طيب نروح على موداليتي ثانيه وذيس از اكشولي يعني during my courses in Egypt I talk about this because this is another way it might be cheap يعني for Egyptian units. This machine cost money. It's around 30,000 dirham تقريبا. خلاص؟ ف في طريقة تانية بس احنا ما نعرفش ال difference هقول لك what's happening يعني. اسمها ال opti flow. ال opti flow ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن عادي خالص الفلو اللي بتطلع من الحيطه بتدخله على الهوميديفاير اللي هو الفيشرن تايت العادي وبعدين بيخرج على الديلي رايت اوت. يعني انت بتقول لي بتقول انه الماشين دي بتعمل هيوميديفيكيشن اند وورم اير. طب انا هعمل ذا سيم ثينج بس ويزاوت ذا ماشين. مش انت عايز هيوميديفاي اند هيتد هعمل نفس الكلام هدخل الفلو طالع من الوورك على الهيوميديفاير ده وهظبط التمبريتشر بتاعته بحيث ان الاير اللي رايح للبيبي هيبقى هيوميديفايد وهيت. خلاص النزل كان يبقى ريجولر ما بنعملش كده احنا بناخد الفلو اللي طالع من الوول على طول على البيبي من غير ما ندخله ايه على الهيوميديفاير. طب انا عادي انا بدل ما اجيب ماشين هي تعمل هيوميديفيكيشن وهيت انا هطلع الفلو من ازاي يعني زي كل اللي احنا بنحضر احنا قلناه دلوقتي. لما باجي اقول لك مثلا بابل سي باك اجينست سي باك I didn't tell you by my experience. ما قلتش كده. هنقول based on the evidence. Based on the current best available evidence. خلاص ازاي؟ لازم اجيب ترايلز. خلاص؟ واقول لك انا يعني اجيب ترايلز واقول لك انه في ترايلز اتعملت وكومبير بوث and then says there's no difference. دي بنسميه evidence based medicine. خلاص؟ طيب دلوقتي بنقول انه why we have to acquire the evidence. medical school in 10 years it's gonna be wrong. The difference is higher. And the trouble that none of your teachers know which have. بمعنى آخر after 10 years كل تعلمته في medical school it's gonna be gone خلاص أو sleep. لازم تعرف حاجات جديدة. طيب هنعرف حاجات جديدة ازاي؟ Then you have to search. Why do we have to search? لانه new medical knowledge is evolving quickly. الحاجات بتتغير quickly. And it's hard to keep updated. You cannot keep updated. Nobody can keep updated with the amount of knowledge coming consistently. فعشان كده بنقول let's learn by حاجه اسمها problems based learning. ازاي؟ or learning by inquiring. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي مشكله انا دلوقتي in my unit. اسامه in his unit. He wants to apply the best way of CPAP. The best way of CPAP. Help me. Then he has to go search. And then until he see the evidence,
support which modality of CPAP, and then you will apply it in his unit. That's called evidence-based medicine. He went search, acquired the evidence to know what is the best way, and then he applied what he found the best way. This is what we call evidence-based medicine, and that type of learning called learning by inquiry. كل ما يبقى عندك مشكلة, you look for the solution for it. كل ما يبقى عندك مشكلة, you look for the solution for it, and this is learning by inquiry. And now we say, it's not important that you know everything. You cannot know everything else. Nobody can know everything. But what's important is to get the answers that you are looking for. Alright? And I'll try to show you how to get answers. Okay. بنقول في type, two types of questions. The first type called background question, and the second type called foreground questions. Il difference benum. So fi type two types of questions. Foreground and background. The background questions, اللي هي questions العادية اللي احنا بنسألها, اللي هي زي دي. اللي هي عندها root, who, what, where, when, how, why, and عندها looking for a disorder or a test or a treatment. Examples. How does breastfeeding prevent necrotizing enterocolitis? This is a background question. How does it? I start off information? Is that breastfeeding be allele necrotizing enterocolitis? This is a background question. Like, what are the causes of bronchopulmonary dysplasia? What are the risk factors for chronic lung disease? كلها دي background questions. Background. What are the causes for postpartum hemorrhage? Risk factors, causes. And if you're asking about a test, or a disorder, or treatment. What is the treatment of blood pressure? خلاص؟ يبقى احنا بنقول background question عنده two components. The first one is root, اللي هو what, where, when. And the second one, you are asking about something, disorder, or a test, or about. دي بنسميها background questions. في another type of question, they call it foreground questions. يعني ايه foreground questions؟ لما اجي اقول دلوقتي, type example of the foreground question is this. You have a 35-weeker in your unit. عنده retinopathy of prematurity stage 3. وانت عايز تعرف الاحسن تعالجه بالليزر, ده اللي احنا ده الستاندرد اوف تريتمنت, بيعالجه بالليزر, او تعالجه بانترا اوكيلار انجكشن اوف بيفاسيزومان. اني احسن, ده ولا ده؟ This is not a background question. This question you cannot find in a textbook. Yeah, and this type of question you might find in a textbook. So, pathogenesis, causes, risk factor, treatment. But this type of question you will never find it in a textbook. That's why they call it a foreground question. Maybe after 20 years it can be a background. Because when the knowledge is evolved and this is becoming have answer for this and becoming a standard of treatment, then you will find it becoming like a background. But at this time, it's a foreground. Nobody knows the answer. We're still investigating. So this is called foreground. So the best way to answer foreground question is to put it on the PICO format, this way. هتحط the question there in this format, PICO, PICO format. يعني ايه PICO format? The P stand for patient, population, or problem. Will I stand for what? Intervention, or exposure, or test. طب وال C comparison خلاص؟ طب وال O out يبقى نقول تاني, ال B patient or population, ال I ال intervention, وال C comparison, وال O out. طيب لما اجي اطبق انا السؤال ده على البيكو فورمات, فين البوبيليشن بتاعي؟ البوبيليشن بتاعي هو ايه؟ يقول 35 ويكر, اللي هو ال ROP mainly بيجي في البيبيز اللي هم very low birth weight. يبقى البوبيليشن بتاعي ايه؟ very low birth weight. This is my population اللي انا بتعامل معاه, اللي هم الفيري لو بيرث ويت اللي بيجيلهم ار او بي اللي ترنوبسك بريماتيوري. طب والاي الانترفنشن اللي انا هعمله ايه؟ فين الستاندرد اوف براكتس بتاعي؟ الستاندرد اوف براكتس بتاعي هو الليزر. الليزر هو الستاندرد براكتس بتاعي. يبقى السي ليزر والانترفنشن اللي هي الحاجه الجديده اللي انا هعملها اللي هو ايه؟ الانترا اوكيلار انجكشن اوف بيفاسيزومان. طب الاوت كام بتاعنا انا ام لوكينج فور ايه؟ الامبروفد فيجوال اكيوتي اللي هو سي بيتر. نقول تاني, يبقى هعمل السؤال ده في بيكو فورمان. انا يمكن هيجي بعد كده, هحطه في بيكو فورمان خلاص. هنشوف ازاي بعد كده
هيجي تاني الاكزامبل. طيب خلينا ناخد اكزامبل ده سيناريو عشان نحطه في بيكو فورم. في واحد اهو جي بي وذ سبيشال انترست ان سموكينج سيزيشن، يعني كان في جنرال براكتيشنر دكتور عايز يعمل سيزيشن سموكينج كامبين، عايز يقلل التدخين في التين ايجرز. He wants to encourage his practice to engage with teenagers to stop them from smoking. عايز يعمل smoking cessation counseling للteenagers in his practice عشان يقلل ال smoking fee. In order to persuade his colleagues, he wants to see what evidence is available, particularly on the effectiveness of brief intervention technique. نقول تاني الراجل ده جنرال براكتيشنر عايز يقلل السموكينج في التين ايجرز، عايز يدخل دوت في هيز براكتس، عايز يقلل نسبه السموكينج في التين ايجرز في هيز براكتس. فهو عايز يشوف البريف انترفنشن تكنيك ده افكتيف ولا مش افكتيف اللي هو هيعمله، يعني هيجيب التين ايجرز ديورنج يعمل لهم كونسلنج، خلاص لما يجوا الكلينيك عنده هيعمل لهم كونسلنج بريف سيشن. And he want to see this is يعني هتبقى effective عشان تقلل smoking فيهم ولا مش effective. خلاص؟ طيب خلينا نشوف بقى نعمل البيكو فورمات. فين ال population اللي هو looking for؟ ال teenagers. خلاص؟ يبقى ال population هنا ايه؟ ال teenagers. طب فين ال intervention اللي هيعمله؟ ال brief intervention counseling أو technique. That's his intervention. طب ايه ال outcome اللي هو looking for؟ smoking cessation. خلاص نقول تاني يبقى ادي احنا قلنا بيكو فورمات بيشنت هو ما عندوش كومباريزون، ما عندوش كومباريزون. لو قال هيكومبير ات سمثينج ايلس يبقى هي ايه كومباريزون، بس هو ما عندوش كومباريزون هنا. يبقى هو قلنا بيشنت بي بيشنت بوبيليشن او بروبلم انترفنشن كومباريزون او كنترول وادي الاوت دي بيسموها ايه؟ ده بيكو فورمات. طب خلينا نحط اللي عنده بيكو فورمات اللي هو السيناريو اللي خدناه. البي اللي هم ايه؟ التين ايجرز صح؟ بس التين ايجرز دول ممكن يبقوا ايه؟ يمكن ليهم ترم تاني اللي هو نسميه ايه؟ ادوليسنس، دول برضه تين ايجرز. ممكن يبقى ليهم ترم تالت اللي هو ايه؟ يانج بيبل. كل دول ينفعوا ايه؟ ينفعوا يبقوا بي، لان انت مش هتدور بس على الترم اللي انت اخترته، لازم تلاقي كل المرادفات بتاعت الترم اللي انت اخترته. خلاص؟ يبقى ادي البي. طيب الاي ممكن تبقى بريف انترفنشن او ممكن تبقى بريف ادفايس او بريف كونسلنج او مينيمال ادفايس، كل دول ينفعوا يبقوا ايه نفس الترم. طب والاوت كم ممكن يبقى سموكينج سيزيشن، بس ممكن يبقى ستوب سموكينج، ممكن يبقى كويت سموكينج. خلاص يبقى احنا كده دلوقتي اول حاجه عملناها ايه؟ خدنا السيناريو اللي انا بدور عليه عملته في بيكو فورمان، وبعدين عملت ايه؟ رحت كاتب كده، ممكن تكتبها كده زي ما هي في الاول، يعني بي اي سي او تحت البيكو فور تحت البي شفت كل المرادفات اللي تنفع مع الكلمه بتاعت البوبيليشن دي، والاي عامل نفس الكلام والاو عامل نفس الكلام. هتحط او في اول بار تين ايجر، وبعدين في الجنب هتختار اور، وبعدين تاني بار ادوليسنت، وبعدين في الجنب هتختار اور، وبعدين تالت بار يانج بيبل. هنا مش هتحط اور، هتحط ايه؟ ان. بعدين رابع بار، خامس بار، سادس بار، وهنا مش هتحط اور، هتحط ان. تفضل تبيلد السيرش لحد ان شاء الله يبقى عندك 12 بار. طالما يبقى نروح على الباب ميد، بتكليك على الخانه اللي هي ادفانس، من ادفانس هتلاقي الاول بيدي لك هو اثنين او ثلاثه بار، وانت هتفضل تزود تزود تزود، هتحط اور دي فيرست بار سكند بار ثيرد بار اور اور اور، وبعدين تحط بين دول ان زي انتبلكسر. دي هتجيب الريزلت ان فيري بريف تايم اند فيري كونسايز، مش هيديك بقى ايه ماني يعني ماني اوبشنز. بس على جوجل مش هتنفع كده. على جوجل يو كان دو ذا سيم.